حبيت تبقى معنا؟ سلام سلام. سوف نلتحق مطار نيامي في ظرف 3:40 من الطيران. اصبر مين نبدا؟ نبداو بالعقل تاع ليكيب. بونسوار مسيو عيبود. بون عطينا كلمة على الرحلة المتعبة هذه وعلى المباراة. الماتش زينو جبت معك جديد. انتداب درت ريكريتمو. رحلة راهي متعبة. سبع سوايع احنا نستنى صوفيا في الايروبور. عينا شوية. بصح معليش انا انظف انا في سمير ما يهضر هذا سمير يهضر غير في الدير سمير ما يمشي في الجورني يهضر بزاف. مساء الخير زينو. مساء الخير. تقدر تقول لنا على الرحلة تاع اليوم؟ رحلة سي فيري نهضر بصح رحلة شاقة اخويا. من 5 تاع الصباح وحنا نستناو في الفول ديمارينا على 3 جو بونس. راك تشوف. ان شاء الله نلحقوا على خير الساعة. ان شاء الله. ان شاء الله نوصلوا في الخير. نروحوا عند كاطوزو تاع سي ار بي. دور الكاميرا اللي عند كاطوزو. بلال بلالو. بس تقدر تقول لنا بلال بلالو على الرحلة هذه اللي ما حبش تكمل اليوم. انا نقول لك هذا هو الشباع اللي يحب الشباع ما يقولش اه يا خو راك معايا بيلي صح يا خو هادي كاين ديما موينز لازم نسكري فيه وفيهم خو لازم ناكسبتيو لي شونس الشقة مختار راهو يعاني من تعب كبير زميلي مختار تعب كبير وان شاء الله تروح ترقد انا معروف في الطائره ما يجينيش الرقاد لا نرقد معليش والله نرقد تاع اسمارا قاعد هذا ايوا اصبر رسيفر تاع الطائره نروحوا الى قهوه نجيو عند قهوه واش تقدر تقول لنا قهوه على الرحله تاع اليوم رحله ممتعه الحمد لله عندنا يومين وحنا نمشيو نطلبوا حاجه جوجور والله ما فهمت الليل مع النهار انا داني وتخلط لي الليل مع النهار نطلبوا حاجه ان شاء الله نوصلوا حسب شوفه ما ناش واصلين نتهلاو في ليجان ما خصهم والو ياكلوا ويرقدوا ان شاء الله يدي يكونوا واجدين نهار الماتش باك اسمع ونروحوا عند شمس الدين النسيخ المخضرم نروحوا عند المخضرم عند قائد الفريق واش تقدر تقول لنا على الرحله تاع اليوم يعني والله كانت رحله شاقه رغم الظروف اللي عشناها واليوم الحمد لله رانا الامور راه جميعا على ما يرام وان شاء الله نلحقوا بخير ونديروا ريزلت ان شاء الله اكبر سوانير في الجزائر معروف دورته ما كاينش ما يعرفوش في الجزائر هذا عنده بالك واحد 22 تيتر 720 مليار اللي كان يعزبوه واش تقدر تقول لنا على الرحله تاع اليوم يا خويا واش نقول له هذه الرحله شاقه بصح ممتعه معاكم بالله يبارك والكحلوشه الميغي توت لي ساكريفيس ان شاء الله نجيبوها هذا هو الصح وده كان تقول للاعبين اخرين اللي راهم راقدين تعال رحله متعبه مدعبة بزاف مازال ما رقدناش والله مازال ما رقدناش ان شاء الله خويا ان شاء الله بمشكل سادتي الكرام نرحبوا بالمدافع الايسر بن دروية حايز رايان واش تقدر تقول لنا على الرحلة تاع اليوم؟ اخي انرجي الخوف واش كاين؟ انا على بالي بلي الخوف هو اللي يدير لك هكذا في الطيارة هو اللي يرجعك تهضر وتمشي ورايح وجاي واش تقدر تقول لنا على الرحلة تاع اليوم؟ الرحلة تاع اليوم رحلة متعبة وانت هضرت بزاف والخوف راهو يهضر فيك
راح كم بلاصة خلينا واحدة معي. دور شوف الأستاذ منا دور أروح. بونسوار مسيو غايو. أمو بوغ لو فواياج مسيو غايو، واش تقدر تقول لنا غايا على الرحلة تاع اليوم؟ رحلة شاقة صاحبي. هذا ما كان صاحبي. هذا ما كان شوف خويا قاري الله يبارك. دركا سي فري صاحبي، سقسيت كاع لي جوار والآخر، دركا ندخلوا في أمور جدية، بغض النظر عن ظروف التنقل واللي رانا عشناها والآخر، واش أهداف الفريق مع التنقل شو؟ بون الهدف باين زينو خويا، بلي رايحين ديك احنا ما نديروش في راسنا بلي حنلعبو خارج طادنا، بلي نديرو في راسنا بلي حنا رايحين نريسيفيو هاد الماتش، ان شاء الله نحقو نتيجة ايجابية، باش ما نديروش لابريسيو على رواحنا، ان شاء الله نحقو على الاقل 3 نقاط اللي تخلينا كنا نربحو هاد الماتش على بالنا بلي حنا نتصدروا المجموعة، ان شاء الله نحقو 3 نقاط بجهود الجميع ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا كاع في الذهنية هادي تاع راح نلعبو ادوميسير بيان سور الملعب الاخر، ان شاء الله نكونوا في نهارنا ان شاء الله ونحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله بيان سير، هذه لازم خويا قلت لك تعاونوا ان شاء الله ونديو 3 بوين، سمير يعيط منين ان شاء الله نديو 3 بوين ان شاء الله باش نريحوا الاز، باش نديروا باركور مليح باش نكونفيرميو الان بوين اللي جبناها من تي بي مازومبي هذا ما كان ان شاء الله. خلينا وتحطوا بنا الطائر على ارضيه مطار دار السلام، اين بلغت درجه الحراره الخارجيه 27 درجه مئويه. Thank you.